باب رد المهاجرين إلى الأنصار. الصحابة رضي الله عنهم منهم المهاجري ومنهم الأنصاري. فالمهاجري هو من أتى من خارج المدينة إلى المدينة، والأنصاري الأنصار هم الأوس والخزرج، هم سكان مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم مهاجرون وأنصار. من أفضل، المهاجرون أم الأنصار؟ أبو الربيع، نعم المهاجرون أفضل، لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، جمعوا بين الهجرة والنصرة. الكلام على المفاضلة. وبعد المهاجرين الأنصار. رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين أو من الأنصار؟ نعم، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك أن النبي قال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. بقي مسلمة الفتح، الذين أسلموا في فتح مكة، قال مسلمة الفتح. ولا شك أن هناك طبقات في الباعث، في طبقات الصحابة. قال رحمه الله تعالى: باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم. منائح، المنائح العطايا، من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح. الشجر، أحيانا الأنصاري يعطي المهاجري الشجرة مع ثمرها، وأحيانا يعطيه الثمر، يقول تلك الشجرة أنا أقوم عليها فإذا خرج ثمارها فهي لك. قال: حين استغنوا عنها بالفتوح. ما أكرم الصحابة المهاجرين والأنصار، ومع ذلك هم أصحاب عفاف، عفة إلى الغاية. وكيف كان بعضهم لا يلحف في المسألة، وإذا سأل عند الضرورة القصوى فقط. هنا ذكر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في الباعث الحثيث فائدة، قال: واختلفوا في طبقات الصحابة رضي الله عنهم، واختلفوا في طبقات الصحابة فجعلها بعضهم خمس طبقات، وعليه عمل ابن سعد في كتابه الطبقات. ولو كان المطبوع كاملا لاستخرجناها منه وذكرناها، المطبوع أجزاء. وجعلها الحاكم 12 طبقة، وزاد بعضهم أكثر من ذلك، والمشهور ما ذهب إليه الحاكم. وهذه الطبقات هي: قوم تقدم إسلامهم بمكة كالخلفاء الأربعة، الثانية الصحابة الذين أسلموا قبل تشاور أهل مكة في دار الندوة،
ثالثا مهاجرة الحبشة الذين هاجروا إلى الحبشة. رابعا أصحاب العقبة الأولى. خامسا أصحاب العقبة الثانية. سادسا أول المهاجرين الذين وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقباء قبل أن يدخل المدينة. سابعا أهل بدر. ثامنا الذين هاجروا بين بدر والحديبية. تاسعا أهل بيعة الرضوان. عاشرا من هاجر بين الحديبية وفتح مكة كخالد بن الوليد وعمر بن العاص. الحادي عشر مسلمة الفتح الذين أسلموا في فتح مكة. الثاني عشر صبيان وأطفال رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في حجة الوداع. هذا ما ذكره علامة مصر أحمد شاكر رحمه الله تعالى. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني أبو الطاهر أحمد ابن عمرو ابن السرح مصري. وحرملة وحرملة ابن عمران التجيبي المصري قال: أخبرنا ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب مصري أيضا. قال: أخبرني يونس، وهو ابن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب، وهو الزهري محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله، عن أنس بن مالك قال، وأنس هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، ودعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكثرة المال والولد وطول العمر، فرضي الله عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك قال: لما قدم المهاجرون من مكة المدينة، أي لما قدموا المدينة، قدموا وليس بأيديهم شيء، فقراء، وكان الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام، ويكفونهم العمل والمؤونة. وكانت أم أنس بن مالك وهي تدعى أم سليم، وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة، كان أخا لأنس لأمه، وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا لها، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة ابن زيد. قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم. قال: فرد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أمي عذاقها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه. قال ابن شهاب: وكان من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب، وكانت من الحبشة،
فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه، فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعتقها، ثم أنكحها زيد بن حارثة، ثم توفيت بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحامد بن عمر البكراوي. حامد بن عمر ابن حفص ابن عمر ابن عبيد الله ابن أبي بكرة، ولقبه البكراوي لأنه ينتسب إلى أبي بكرة الصحابي، فهو من أحفاد أبي بكرة. قال: ومحمد بن عبد الأعلى القيسي، كلهم عن المعتمر ابن سليمان. واللفظ لابن أبي شيبة. قال: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه، وأبوه هو سليمان بن طرخان. والمعتمر لقبه ماذا؟ لا لا، اللقب الطفيل. من قال الطفيل؟ طيب، الطفيل. قال: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن أنس أن رجلا، وقال حامد وابن عبد الأعلى أن الرجل كان يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات من أرضه، حتى فتحت عليه قريظة والنضير، فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه. قال أنس: وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله ما كان أهله أعطوه أو بعضه، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأعطانيهن، فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي وقالت: والله لا نعطي كاهن وقد أعطانيهن. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا أم أيمن، اتركيه ولك كذا وكذا، وتقول: كلا والذي لا إله إلا هو. فجعل يقول كذا حتى أعطاها عشرة أمثاله أو قريبا من عشرة أمثاله رضي الله عنها. طيب، هذا الحديث لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة. المدينة هي دار الهجرة، وكانت الهجرة واجبة على كل من أسلم، لكن بعد الفتح قال النبي: لا هجرة بعد الفتح، لأنها صارت دار إسلام. فلما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء. كفار قريش أخذوا كل ما يملكون من بيوت وأرض وتجارة، أخذوا كل شيء على المسلمين. فلما هاجر المهاجرون إلى مدينة رسول الله وصلوا إلى قوم كرماء، إلى الذين تبوأوا الدار والإيمان، إلى أصحاب الكرم والضيافة، إلى أصحاب الإيثار.
فلما قدموا وليس بأيديهم شيء، وصار المسجد هو بيتهم، وكانوا ينامون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان الأنصار أهل الأرض والعقار. الأرض معروفة، لكن ما هو العقار؟ العقار يراد به ها هنا النخل، أو كل شيء اتصل بالأرض، له اتصال بالأرض، يعني النخل والزرع وما أشبه ذلك، والأرض يقال لها عقار. فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام، ويكفونهم العمل والمؤونة والمؤونة. سبحان الله. هاجروا فجاءوا وعملوا في أراضي الأنصار، وشرط لهم الأنصار أن عليكم العمل والمؤونة، والثمر يقسم بيننا، مع أن بعضهم ربما كان يمنح ولا يأخذ شيئا، وبعضهم ربما كان يعطي الثمر جاهزة يأكلها المهاجرون. وقد لاقى المهاجرون ما لاقوا من الغربة والجوع والأذى، وبعضهم ربما كان يسرع ولا يجدون، كما حدث لأبي هريرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوع معهم. وفي حادثة الخندق وما جرى لهم، ودعاهم أنس رضي الله تعالى عنه لأن أمه أرسلته، وضربوا أروع الأمثلة في قول الله جل وعلا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، من يستضيف ضيف رسول الله؟ فاستضافه أبو طلحة. وهكذا لما آخى النبي بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وعرض سعد ما له أن يشاطره إياه، وأخبره بأن له زوجتين، وقال: انظر إلى أعجبهما إليك فأنزل لك عنها، فإذا انقضت عدتها فتزوج بها. أمور عظيمة، فرضي الله عنه. لكنهم غفروا بما هو أبقى وأفضل وأخير من التمر والزبيب والشاء والبعير، فرضي الله عنهم، رضي الله عنهم جميعا. وكانت أم أنس بن مالك، هذه المرأة الصحابية الجليلة، وهي تدعى أم سليم، اختلف في اسمها، هناك اختلاف كثير، وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة، لأنها تزوجت أبا طلحة وأنجبت له، وأبو طلحة هو يعني زيد ابن سهل، كان أخا لأنس لأمه، وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا لها، رضي الله عنها. هذه امرأة فاضلة من فضليات النساء الصحابيات، دفعت بأنس لخدمة رسول الله، لها عذاق أعطتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي العذاق، أم أيمن مولاته، أم أسامة ابن زيد، نعم، وأم أيمن كانت وصيفا لأبي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ثم انتقلت إلى النبي والوصيف الجارية، الوصيف هي الجارية. طيب ننظر كلام النووي، قال النووي رحمه الله: قال العلماء لما قدم المهاجرون آثرهم الأنصار بمنائح من أشجارهم، فمنهم من قبلها منيحة محضة، ومنهم من قبلها بشرط أن يعمل في الشجر والأرض وله نصف الثمار، ولم تطب نفسه أن يقبلها منيحة محضة لشرف نفوسهم وكراهتهم أن يكونوا كلا، كلا يعني بمعنى عالة، أبوا ذلك. ولهذا سعد بن الربيع لما عرض على عبد الرحمن قال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فدل على السوق ثم عمل أياما وجمع ما جمع وتزوج، ونظر النبي إليه وعليه أثر طيب، فسأله فقال: تزوجت؟ قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاء. قال رحمه الله: وكان هذا مساقاتا، أو في معنى المساقاة، يعني الشجر لك وغيرك يعمل فيها، يقوم بسقيها وما تحتاج إليه، والثمر على ما تتفقان عليه، يعني مثلا لصاحبها ثلثان ولك ثلث، لك نصف وله نصف، هذه هي المساقاة، هذه هي المساقاة. قال: وكان هذا مساقاتا، أو في معنى المساقاة، فلما فتحت عليهم خيبر استغنى المهاجرون بأنصبائهم فيها عن تلك المنائح فردوها إلى الأنصار. والذي يظهر أن هذه المنيحة والعطية كانت مؤقتة، أما لو كانت مؤبدة فلا يجوز لهم أن يرجعوا فيها، فالعائد في هبتك كالكلب يعود في قيئه. قال رحمه الله: ففيه فضيلة ظاهرة للأنصار في مواساتهم وإيثارهم وما كانوا عليه من حب الإسلام وإكرام أهله، والتأريخ يشهد، بل هذا مسطر في القرآن الكريم. قال رحمه الله: وما كانوا عليه من حب الإسلام وإكرام أهله وأخلاقهم الجميلة ونفوسهم الطاهرة، وقد شهد الله تعالى لهم بذلك، فقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. والمهاجرون مقدمون في القرآن الكريم، قال الله جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، قال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قال الله جل وعلا في يعني سورة الحشر، يعني بعد أن ذكر المهاجرين ذكر الأنصار، ثم ذكر الذين جاءوا من بعدهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، هؤلاء الأنصار، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذا الجيل لن يتكرر، هذا الجيل جيل الصحابة جيل ليس له مثيل منذ أن خلق الله آدم
وإلى أن تقوم الساعة إلى آخر واحد من ولد آدم. إذا اكتمل النسل هذا الجيل ليس له مثيل. قال النووي رحمه الله قوله وكان الأنصار أهل الأرض والعقار، أراد بالعقار هنا النخل. قال الزجاج العقار كل ما له أصل. قال وقيل إن النخل خاصة يقال له عقار. قوله وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا لها، هو بكسر العين جمع عذق بفتحها، وهي النخلة ككلب وكلاب وبئر وبئار. قوله فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن، هذا دليل لما قدمناه عن العلماء أنه لم يكن كل ما أعطت الأنصار على المساقى، بل كان فيه ما هو منيحة ومواساة، وهذا منه، وهو محمول على أنها أعطته صلى الله عليه وسلم ثمارها يفعل فيها ما شاء من أكله بنفسه وعياله وضيفه وإيثاره بذلك لمن شاء، فلهذا آثر بها أم أيمن أعطاها. ولو كانت إباحة له خاصة لما أباحها لغيره، لأن المباح له بنفسه لا يجوز له أن يبيح ذلك الشيء لغيره، بخلاف الموهوب له نفس رقبة الشيء فإنه يتصرف فيه كيف شاء. وبالنسبة لأم أيمن فهي حاضنة، هي حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أمه صلوات ربي وسلامه عليه يعني ماتت ثم قامت عليه بعد أمه أم أيمن رضي الله عنها. قوله رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، هذا دليل على أنها كانت منائح ثمار، أي إباحة للثمار لا تمليكا لأرقاب النخل، عندي هكذا لأرقاب النخل، عندكم هكذا، قال لأرقاب النخل، فإنها لو كانت هبة لرقبة النخل لم يرجعوا فيها، فإن الرجوع في الهبة بعد القبض لا يجوز. نعم العائد في هبته، وهنا قال بعد القبض، فلو أنك نويت هبة ما ثم رجعت قبل أن تدفعها إلى صاحبها لا حرج عليك، وإنما المحرم هو بعد القبض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. قال رحمه الله وإنما كانت إباحة كما ذكرنا، والإباحة يجوز الرجوع فيها متى شاء، ومع هذا لم يرجعوا فيها حتى اتسعت الحال على المهاجرين بفتح خيبر واستغنوا عنها فردوها على الأنصار فقبلوها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك. قوله قال ابن شهاب وكان من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب وكانت من الحبشة، هذا تصريح من ابن شهاب أن أم أيمن أم أسامة بن زيد حبشية، وكذا قاله الواقدي وغيره، ويؤيده ما ذكره بعض المؤرخين أنها كانت من سبي الحبشة أصحاب الفيل، وقيل إنها لم تكن حبشية وإنما الحبشية امرأة أخرى، واسم أم أيمن التي هي أم أسامة بركة،
كنيت بابنها أيمن ابن عبيد الحبشي صحابي استشهد يوم حنين. خطأ، الصواب يوم حنين الذي عنده خيبر يصلح يوم حنين. طيب ننظر الإصابة للحافظ في ترجمة أيمن بن عبيد. قاله الشافعي وغيره: وقد سبق ذكر قطعة من أحوال أم أيمن في باب القافة، والنبي كان يزورها كما قال يعني عمر لأبي بكر: ألا نزور أم أيمن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فكان يزورها لأنها من حواضنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله في قصة أم أيمن أنها امتنعت من رد تلك المنائح حتى عوضها 10 أمثاله، إنما فعلت هذا لأنها ظنت أنها كانت هبة مؤبدة وتمليكا لأصل الرقبة، وأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استطابة قلبها في استرداد ذلك، فما زال يزيدها في العوض حتى رضيت. وكل هذا تبرع منه صلى الله عليه وسلم وإكرام لها لما لها من حق الحضانة والتربية، فهي حاضنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله: والله لا نعطيك، نعم لا نعطيكهن، لا نعطيكهن، هكذا هو في معظم النسخ، نعطيكهن بالألف بعد الكاف، وهو صحيح، فكأنه أشبع فتحة الكاف فتولدت منها ألف. وفي بعض النسخ: والله ما نعطيكهن، وفي بعضها: لا نعطيكهن، والله أعلم. طيب في الإصابة: أيمن ابن أم أيمن، وهو أيمن ابن عبيد بن زيد بن عمرو بن بلال. طيب إلى هنا، بارك الله فيكم.